متابعينا الكرام، ينطلق الشوط التاسع الخاص للقعدان. الحقائق والمسافة هي 4 كيلومترات. ننطلق وإياكم مع هذه الانطلاقة، مع هذه التحديات، صدارة الشوط والمركز الأول وحيشان حمد بن محمد بن بيشان العجمي مع المركز الأول. المركز الثاني، هنا الانطلاق والتحدي من قبل جبار راشد بن بخيت بن مقارح مع المركز الثاني، يقدم لنا جبار. والمركز الثالث، وصل شاهين راشد بن حمد بن حلفان مع المركز الثالث. المركز الرابع، وصل في هذه اللحظات النايف سليمان الأهدل مع المركز الثالث، أو هنا القادم في هذه اللحظات. شعار بن حلفان هنا قادم في هذه اللحظات. المركز الخامس، هناك المنطلق في هذه اللحظات، صوغان عبد الله بن عساف الدوسري مع المركز الخامس. ها هي النتيجة، ها هو النداء الأول، ومن هنا تحول إلى مقدمة الشوط والمركز الأول. جبار من يتصدر هذه الانطلاقة، راشد بن بخيت بن مقارح مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني القادم في هذه اللحظات، وحيشان حمد بن محمد بن بيشان مع المركز الثاني. المركز الثالث، شاهين، ينطلق شاهين ويحمل على عاتقه شعار راشد بن حمد بن حلفان مع المركز الثالث. والمركز الرابع أيضا القادم في هذه اللحظات، مع المركز الرابع، شعار حمد بن حلفان أيضا مع المركز الرابع. والمركز الخامس، وصل في هذه اللحظات وانطلق فهد بن زبران العجمي، يقدم لنا مشكور مع المركز الخامس. ها هي النتيجة، لكن أعود للصدارة، أعود للمركز الأول. الله، هناك الانطلاق مع جبار جبار جبار. راشد بن بخيت بن مقارح يقدم لنا جبار مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. بن بيشان يقدم لنا وحيشان مع المركز الثاني. المركز الثالث، شعار ابن حلفان مع المركز الثالث. والمركز الرابع، وصل شعار ابن زبران يقدم لنا مشكور. وصل في هذه اللحظات وانطلق رعد لحسين بن سعد اليامي مع المركز الخامس، لكن اعود للصدارة، اعود للمركز الاول. الى شعارك يا بن مقارح، راشد بن بخيت بن مقارح مع المركز الأول، يقدم لنا جبار. والأخبار ترصد لنا جبار مع المركز الأول. المركز الثاني، شعار بن حلفان مع المركز الثاني، يقدم لنا شاهين. المركز الثالث، فهد بن زبران يقدم لنا مشكور مع المركز الثالث. والمركز الرابع، رعد رعد يا رعد مع المركز الرابع. حسين بن سعد اليامي مع المركز الرابع. المركز الخامس القادم والمنطلق، شاهين علي بن مسعود بن حمده المري مع المركز الخامس، لكن أعود إلى جبار، أعود إلى الصدارة. هنالك جبار مع بن مقارح، راشد بن بخيت بن مقارح يقدم لنا جبار. والكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو الكبير، الكيلو المثير، غير شعار بن حلفان، حمد بن حلفان هنا غير الأمور مع صدارة هذا الشوط مع شاهين. ولكن المركز الثاني، راشد بن بخيت بن مقارح يقدم لنا جبار. والمركز الثالث، شعار بن حمده هنا يتقدم ويقدم لنا شاهين. وصل شعار بن زبران، فهد بن زبران
يقدم لنا مشكور. وصلت الاسماء، وصلت الشعارات، وصل حرب فهد بو ربعه الحربي، ايضا القادم مترك بن بندر بن شفلوت الفايز. ولكن الله يا هذا الدخول، وصل في هذه اللحظات صوغان عبد الله بن عساف الداسري يخترق الصفوف ويغير الى الصداره. الله يا صوغان، عبد الله بن عساف الداسري يقدم لنا صوغان مع المركز الاول ومع صداره هذا الشوط. الله يا صوغان، عبد الله بن عساف الداسري هنا يذهب بالسلامات الى ميدان وادي الدواسر. الله صوغان، والميتين متر الاخيره، يا سلام يا سلام، شعار ابو ربعه قادم مع حرب، ولكن صوغان، صوغان مع المركز الاول. عبد الله بن عساف الداسري يذهب بالسلام الى ميدان وادي الدواسر. سلام صوغان، سلام، واسعد الله صباحك يا ابو جديع على هذا الفوز. المركز الثاني حرب للسيد فهد بربع الحربي، والمركز الثالث شعار علي بن مسعود بن حمده، والمركز الرابع فهد بن زبران، والمركز الخامس شعار